طيب اذا بدنا نحكي اليوم ناخذ فكره بس عن سريعه عن الفيلد بس سيستم زي ما حكيت هذه فيري بيسك والواقع اعقد بكثير من هيك بس هذه بس تعطيكم فكره اساسيه تعرفوا شو الفيلد بس سيستم. اذا راح احكي عن الفرق بين السيستم البديل بنسميه التقليدي اللي بنسميه الهارد وايرد يعني عندي اسلاك واضحه كل سلك بيحمل سيجنال كل سلك له فانكشن في حين بالفيلد بس سيستم راح يصير عندي بس والبس بكلام الاي تي يعني عماله بيحمل معلومات هائلة عمالها بتمشي على نفس الهارد واير على نفس الواير عم تمشي معلومات هائلة الادفانتجز والديسادفانتجز من الستاندرز اللي مشهورة مثلا بروفي بس وازي المفروض تكون كابيتال اي كابيتال اس اي سمول اي. هلا السيستمز التقليدية كانت بنقل الاشارات الانالوج مثلا لما كان عندي سيستمز انالوج هذه انالوج مش ديجيتال الديجيتال بيكون 1 و 0 بس هدول انالوج سيجنالز راح تشوفوا الاندستريال ستاندردز انه يكون عندي سنسر يطلع 4 ل 20 ملي امبير فالسيجنال بتنتقل على شكل كرنت او بتنتقل من 0 ل 10 فولت او بتنتقل على شكل فولتج وفي بعض حالات ممكن يكون السيجنال على شكل فريكونسي بس هدول انالوج سيستمز فبتلاقي الانالوج سيستمز بتكون الفاريبل بيختلف الكرنت هذا بصير يتغير حسب الفاريبل اللي عم نقيسه فهذه كانت الطرق التقليديه 4 ل 20 ملي امبير 0 ل 10 او فريكونسي او ديجيتال طبعا باينري اون اوف اذا كانه سويتش خلص في له بس تو بوزيشنز اون اوف. هلا الفيلد بس ديفايسز بدال هيك بيستخدموا تو واير بس سيستم على فكره هو بس تو وايرز مش اربعه زي ما انا حكيت تو وايرز التو وايرز هم نفسهم بيحملوا دي سي وعليهم نفسهم كمان تنتقل الداتا فبس تو وايرز يعني بيجي فلات كيبل زي الربن هلا بتشوفوا احد الامثله عليه وبيحمل الدي سي فبزود الديفايس بالباور وبيحمل الداتا. هلا ممكن انت تشتري ترانسديوسر تكون بروفي بس او فيلد بس كومباتبل تكون جاهز انها تشبك على فيلد بس معين. هلا الميزه الاساسيه في هي هذا مثال هون مثلا لو اني عندي انا ديفايس والديفايس هذا بدي اعملها مونيتورنج. هلا في بعض سيستمز اذا كان هاي سيفتي ديفايس انا ما بقول انه كله سيفتي ديفايسز بس اذا كانها سيفتي ديفايس ممكن الديفايس الطريقه التقليديه حاليا انه باخذ اشاره منها للبي ال سي فلاحظوا هاي الديفايس طلع هون سلكين والسلكين بدهم يروحوا يضلهم رايحين على الكنترولر وفي اثنين ثانيين انشبكوا في سيفتي لاين السيفتي لاين اللي هو لغرض السيفتي اذا في عندي خطر معين بكتب السيفتي ما بعتمد على الكنترولر هاي احد الطرق التقليديه حاليا اللي موجوده شوفوا قديش عدد الاسلاك واذا عندي كنترول ديفايس مش سيفتي ديفايس راح يكون في عندي على الاقل سلكين فلاحظوا هاي اخذنا منها سلكين ودينا السلكين على البي ال سي مش هاي الطريقه التقليديه لو انتم اليوم في المختبر في البي ال سي في الاوتوميشن هيك راح تشبكوا مزبوط راح تيجي تقول لي انا محتاج مايكرو سويتش لاني بدي مايكرو سويتش راح اجي اجيب من المايكرو سويتش هذا والمايكرو سويتش راح يكون مثلا هي راح احطه هيك مثلا هي نفترض هذا مايكرو سويتش يعني في فين بتضرب بالمايكرو سويتش بسكر وبفتح ايش كم سلك راح تاخذ راح تاخذ على الاقل سلكين يمكن سلك واحد و24 فولت وال24 فولت يكون مشترك بس على الاقل بدك سلك لكل هاي بدك تودي هذا للبي ال سي واذا المسافه بين الجهاز والبي ال سي 30 متر بدك تحط سلك 30 متر مضبوط هذا مضيع للاسلاك وجهد هائل بالوايرنج وحتى الترابل شوتينج انك تشوف المشكله وين السلك صعب جدا هاي الطريقه الاحدث صارت انه احنا يكون عندي هون اوت ستيشن والاوت ستيشن هاي ممكن مش شرط الاوت ستيشن تشبك في 1 ديفايس ممكن تشبك في مجموعه ديفايسز يعني ممكن يكون عندي 10 سنسرز في المنطقه هاي كل ال10 سنسرز اشبكهم على هاي الديفايس هلا المعلومات بتدخل للاوت ستيشن تبعت الفيلد بس وبعدين كل الاوت ستيشنز مشبوكين سيريالي على نفس البس يعني هذا ممكن يكون كهربائيا نفس السلك بس لازم يكون في عندنا بروتوكول حتى نتحدث عليه ايش البروتوكول في بروتوكول بالعلوم السياسية من البروتوكول مش هيك؟ إنه هذا الوزير لازم يكون رتبة وزير مش هيك بنحكي بالهذا وهذا والعرف إنه لازم هذا يروح يستقبله في المطار مش هذا بروتوكول؟ هذا كمان اسمه بروتوكول لازم يكون عندي بروتوكول معين إنه السيجنالز هاي مين اللي بده يتحدث وإذا بده يتحدث إيش الإشارة بده يبعثها على هذا الباص هذا صار عندي هاي هون هلا هذا الباص هذا الباص اللي رح يصير نتخاطب فيه وكل المعلومات رح تروح وترجع عليه سواء كانت معلومات بتقول لي السيجنال هاي قديش قيمتها هذا السويتش فاتح او مسكر الاشاره هاي او ممكن تكون حتى ايرور كمان او ترابل شوتينج او دايجنوستكس اني اعرف الجهاز هذا خرب ليش خرب ممكن ابعت كمان معلومات او افحصه او اعمل له كاليبريشن او اعمل له ريسيت وحتى كمان ممكن نتخلى عن
ببعض حالات بيتخلوا عن السيفتي لاين تماما، وبيعتبروا انه هذا سيف سيستم. يعني اذا كان هذا السويتش مسكر او فاتح من هون، بعتبر انه السيستم هذا سيف لدرجه انه بقدر اعتمد على الاشاره هاي تعطيني اشي سيف من هون. فهون صف عندي كل الوايرنج اللي رايح للبي ال سي هو البص هذا بس، البص اللي رايح ماخذ حامل اشارات وحامل الدي سي. طبعا اهم ادفانتج للفيلد باس سيستمز انه خففنا من الفيلد وايرنج، صار عندي كل السيستمز مشبوكه مع بعض على بس تو وايرز، بس سيستم بشبك بينهم. كمان خففنا من الجنكشن بوكسز. هلا عاده احيانا لما بشبكوا هدول الوايرنج كثير حتى يقدر يعمل ترابل شوتينج لازم يحط جنكشن بوكس، فبحط علبه والعلبه بتدخل عليها الاسلاك برد وبيطلع من هذا كله مكلف وباخذ مساحه. كمان الميزه انه بطلنا ناخذ بس السويتش، صرنا نقدر نعمل دايجنوستكس. ايش دايجنوستكس؟ يعني تشخيص. فبقدر اشخص اعطال معينه، يعني بقدر اخذ معلومات معينه انه هذا السويتش مثلا خرب، ايش الوضعيه اللي خرب فيها، او هاي الديفايس مثلا. وممكن يكون في عندي ذكاء اكثر، ممكن اقدر اعمل كاليبريشن، ممكن اعمل اشياء اخرى اني اتخاطب مع هذه الديفايس واعرف عنها اشياء اكثر. الديس ادفانتج الرئيسي الكوست، طبعا بتصير مكلف اكثر لانه بدنا يعني وفرنا احنا بالوايرنج، بس القطع او الاجهزه اللي بدنا نجيبها بدها تكون اجهزه اضافيه، الاوت ستيشن هاي، وبعدين اللي بدها تستقبلها كمان في الكنترول الرئيسي. اذا الترانسدوسرز عندي التقليديين بدي استبدل الترانسدوسر التقليدي او على الاقل احط له انترفيس مع اوت ستيشن. حتى الستاف طبعا اللي بده هذا بده يقدر، مش هيك؟ الشخص اللي بده يشبك هاي الاشياء بده يكون عنده تدريب كافي يعرف كيف يعالجها ويتعامل معها. بدها دايجنوستيك اوبمنت. هذا السلك بطلت انا امسك البص واحط عليه فولت ميتر. بدك اجهزه خاصه حتى تقدر تخاطب البص هذا وتاخذ منه معلومات وتعمله. وسيفتي كريتيكاليتي، هلا من الانتقادات الرئيسيه لهدول السيستمز انه اذا انا لغيت السيفتي لاين، هاردوير سيفتي لاين، هل هذا بكون بنفس ليفل السيفتي؟ انه اذا فتح سويتش معين هل فعلا هذا بعطيني نفس ليفل السيفتي اللي باخذها من النظام التقليدي؟ طيب هلا اللي طلعوه بروفي باس، احد الشركات، احد الستاندرز بروفي باس وثاني ازي، وكمان زي ما حكيتكم في اظن مود باس وكام باس. بروفي باس من مستعمل بشكل واسع. هلا في بحطوا ستاندرد اضافي، اضافه للبروفي باس ممكن تاخذ بروفي سيف اذا كان في تطبيقات فيها سيفتي عالي. زي ايش مثلا؟ سيستمز اللي ممكن السيفتي فيها تكون كريتيكال، مثلا النيوكلير، اشياء زي هيك. مثلا اذا كان ليفل السيفتي عالي بقدرش استخدم، بستخدمش البص العادي، بستخدم بروفي سيف. كمان نفس الشيء في ازي، في ازي وفي ازي سيف. نفس الشيء هون هذا هون بعض الستاندردز. هلا لما نرجع نقول هذا السيستم بده يكون سيف وايش الكاتيجوري والسيفتي كاتيجوري، هذا من الستاندردز المهمه. بعرفش اذا هذا لسه هيك رقمه ولا صار في 60 او 9 5 4 اي ان بترمز له ايش؟ اي ان اختصار لايش؟ ما مر عليكم يورو نورم اللي هو المواصفه الاوروبيه 954، تحكي عن السيفتي كريتيكاليتي او سيفتي كاتيجوريز للسيستمز. فإذا بنرجع لستاندرد معين قلنا هذا السيستم سيف أو مش سيف، نطلع على هذا ستاندرد. أظن بعرفش إذا لسه رقمه نفس الرقم اللي هاي هون. لما بيجوا بتطلعوا على سيستمز مختلفة بيقدروا يعطوها كاتيجوري معينة، والكاتيجوري عادة بتكون من 1 لـ 4، والأشياء اللي السيفتي ليفل فيها عالي معطوها سيفتي انتجريتي ليفل 4. هذا أعلى الأنواع إنه إذا صار خطأ معين، لأنه إحنا ما بنقدر نفترض إنه السيستم هذا بنشغله وبضل شغال على طول، رح يصير في اخطاء معينه. لازم اكون درست الاخطاء الممكنه اللي ممكن تصير بهذا السيستم، وايش التوابع التبعات تبعت هذه الاخطاء، وهل هذا التبع مقبوله او مش مقبوله، واذا مش مقبوله بدي ارفع السيفتي ليفل تبعت هذا السيستم. هذه هون عمالهم بيحكوا عن التايم سايكل تبعت الداتا اللي عمالها بتمشي على الباص. خلينا نشوف اذا عندي هون، اظن عندي هون يمكن هاي هون مثلا مثال على هذا. بتيجي اللوكال، هذه من شركه اسمها بيك هوف، وهذا بروفي باس، الشركه هون بروفي باس، وهي بتكون اوت ستيشن بشبك لها السنسرز والديتا بتنشبك عليها، بعدين بيطلع منها بس من هون، بيطلع منها البس اللي بروح على الموديول الرئيسي. هلا هون اظن مبين البروفي باس نفسه. هي البروفي باس، هذا الخط هو بيكون البروفي باس الرئيسي، البروفي باس اللي بصير يروح من ستيشن لستيشن، وهذا كله بيكون لوكال.
في كمان في بعض شركات لغوا السيفتي لاين تماما واستعملوا ازي سيف. هذا مثال، بعرفش اذا بنقدر نشوف الكيبل، يمكن صعب نشوف. هاي الكيبل، هذا اللي هو الفيلد وارنج، هذا الفيلد وارنج. شايفين هذا الكيبل الاصفر من هون؟ هذا هو خطين بس سلكين ماشي فيه، بنحط من تحت هاي وتسكر عليه فبتاخذ كونكشن منه، هذا هو بصير يروح من ستيشن الى ستيشن. هيو مبين بشكل واضح الكيبل، شايفينه؟ هذا الكيبل من هون، في بداخله سلكين كهربائيه. لما احطه في داخل هاي واسكر عليه في تو بينز، هلا بفرجيكم صورتهم. اظن صورتهم موجوده هون، خلينا نشوف اذا موجوده هون. هي طلع هون، شفتوا الكيبل هذاك اللي هناك؟ بعدين له هاي الفرزه اللي من هون، فالفرزه اللي من هون تضمن انه اعرف وين البوزيتيف وين النيجاتيف. شايفين هاي الفرزه؟ هاي بتمنع انه يتركب بالشكل الغلط على الجهه الثانيه. هلا هذول الاثنين بيحملوا الدي سي وبيحملوا الديتا. وظن في رسمه اوضح بتبين كيف بنشبك. هاي هون لما بحطه في قطعتين هون مبوزين، فلما بسكر عليه بدخل اوتوماتيكيا من الربر من هون وبمسكه مع الكيبل هذا اللي هون. فحتى الوايرنج ما في حاجه اني اقصه واطلع السلكين واشبك السلكين، بس بمرره تمرير في داخل الموديول وبسكر الموديول عليه، فكهربائيا بشبكه. هاي فبتخلي الفيلد وايرنج اسهل بكثير. نعم دكتور، شو ممكن يصير لو حطيت اي سي بدل دي سي؟ ما بعرف، الجهاز ما بيكون مش معمول حتى. بعدين بدنا نحن نتجنب الاي سي لانه الداتا عمالها بتمشي على فريكونسيز عاليه، فالدي سي عشان يشتغل الموديول. شايفين احنا كيف على نفس الكيبل بعتنا دي سي داتا وبعتنا باور؟